مبادرة تطوعية في ولاية بذية للتهنئة بالعودة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن المعافى بفضل الله، تضمنت توزيع أعلام في المستشفيات والمجمعات التجارية. وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنظم أسبوع سلامة الغذاء. سلامة الغذاء مسؤولية الجميع على مستوى محافظات السلطنة بهدف تعزيز مفهوم السلامة الغذائية لدى مختلف شرائح المجتمع. مصادر يمنية تقول إن الحوثيين انسحبوا من القصر الرئاسي في عدن إثر معارك مع مقاتلي اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعدما تعرضت المنطقة لضربات جوية بقيادة السعودية. جماعة الشباب الصومالية تهدد بشن هجمات جديدة في كينيا بعد يوم من قيام المتطرفين بقتل 147 شخصا في حرم إحدى الجامعات، مضيفة لن يكون هناك مكانا آمنا للكينيين طالما أن قواتهم في الصومال. خسوفان من النوع نفسه حدثا العام الفائت، يتكرر غدا خسوف للقمر يسمى القمر الأحمر، يذكر أنه لن يكون من الممكن رؤيته في منطقة الشرق الأوسط بسبب تزامنه مع فترة النهار.